وللمزيد والاقتراب أكثر حول ما جاء في المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. يعني كريم، ماذا لديك؟ السادة المشاهدين، هنا من مقر مجلس الوزراء بمدينة العالمين الجديدة نتابع هذا المؤتمر الذي تحدث فيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن المشاكل التي تخص المواطن بشكل مباشر، وكان من أهم هذه الملفات هي ملف الكهرباء، حيث التزمت بالفعل الحكومة بتوقيف تخفيف الأحمال يوم الأحد الماضي، وهذا كما قال الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع في الأسبوع الماضي أن تخفيف الأحمال سيتوقف حتى آخر شهر أغسطس، وهذا ما حدث بالفعل. وأكد على هذا الدكتور مصطفى مدبولي بأن الحكومة ما زالت تعمل على توفير مصادر البترولية المختلفة لتشغيل المحطات بعد زيادة الاستهلاك بشكل كبير لسحب الكهرباء خلال الفترة الماضية وخلال الأيام الماضية. هذه هي نقطة. النقطة الأخرى كانت مسألة نقص الأدوية في السوق المصري، وتحدث خلال أيضا الاجتماع في الأسبوع الماضي عن أن هذه الأزمة ستنتهي خلال يعني 3 أشهر، وهذا ما أكد عليه اليوم وجاء بجانب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس هيئة الدواء الذي تحدث هنا في هذا المؤتمر عن يعني الوصول إلى عملية التثقيف، وهي أهمية التعامل مع المادة الفعالة والعلمية للأدوية وليس الشركات في حد ذاتها. وأكد أيضا على أن زيادة فاتورة الاستهلاك الخاص بالأدوية من 1000 فاتورة إلى 1900 فاتورة، أي بزيادة ما يقرب من 90% بالفعل خلال 3 أشهر، وما يؤكد على حل الأزمة خلال 3 أشهر القادمة بالتمام والكمال. هذا بالنسبة لمشكلة الأدوية التي كان الحكومة تعمل عليها. أما بالنسبة النقطة الأخرى وهي النقطة الهامة بضيوف مصر، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي على أن مصر هي دائما الأمن والأمان والوجهة الرئيسية لجميع الضيوف، وما دائما ما ستحتوي ضيوفها، ولكن أهم ما يتم توقيعه على المواطن المصري بما أن الضيف يتم التعامل معه مثل المواطن المصري ويأخذ تماما حقوق المواطن المصري، فعليه واجبات مثله مثل المواطن المصري، وإذا خرج المواطن المصري عن القانون فسيتم محاسبته، وأيضا الضيف إذا خرج عن القانون سيتم محاسبته، لأن يتعامل الضيف هنا كما يتعامل المواطن المصري. ومن أهم النقاط كانت أيضا تأمين الحكومة والأمن السيبراني الخاص بملفات الدولة وأرقام الدولة بشكل عام، حيث تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن عمل الحكومة خلال الفترة الماضية بعد هذه الأزمة، عن محاربة الشائعات، وهي من أهم النقاط محاربة الشائعات، حيث أنه كانت الشائعة باختراق أمني سيبراني لعدد من الشركات في العالم وأن مصر لم تتأثر، ثم أكدوا بعد ذلك أنه لم يكن اختراقا أمنيا ولكن تحديث في بعض الأنظمة الأمنية بشكل عام في العالم، ولكن هذا أدى إلى أن مصر أن تراجع دائما أنظمتها، أنظمة الحماية السيبرانية والأمن السيبراني، وأن مصر تعمل على 3 حوائط أو 3 خطوط من الأمن السيبراني. وهذه هي أهم النقاط التي دارت في المؤتمر الصحفي، والآن أعود إليكم مرة أخرى.